قرر المنتدى أن يعلق جميع اتصالاته مع الحكومة بعد نازلة الدستور حتى يكفر أعضاء الحكومة عن ما ارتكبوه في حق الشعب والدستور. وقرر الوزير الذي خطف الأنظار في المرحلة أن يتعصب لموقفه. موقف وجد الأرضية منيعة فارتطم عليها وتفرق شيعا بين الأقطاب السياسية. ومع تفرقه ذلك أخذ كل طرف منه بالموقف الذي يناسبه في مرحلة كان ينتظر منها حوار يخلص من الحالة غير الصحية للمشهد السياسي، مشهد عرف العديد من المنعرجات الحاسمة، لكنها في المجمل لم تفضي إلى لم الشمل، فلا المبادرة التي تزعمها الزعيم وقتها مسعود استطاعت أن تحظى بشيء من اسمها في لم الشمل رغم إجماع عريض لاقته، ولا المبادرات التي أعقبتها حققت المؤمل منها، وظل الحوار ورقة دسمة يلقي بها كل في الوقت الذي يناسبه. جديد تلك الأحاجي السياسية هي محاولة رئيس الجمعية الوطنية السابقة ومنظر مبادرة لم الشمل ابتعاث الروح من جديد في مبادرته عبر اتصالات بدأت في الخفاء للوقوف على مختلف وجهات النظر بين أقطاب المثلث المشكل للمشهد السياسي المنتدى والمعاهدة والأغلبية، سبيلا لبلورة صيغة تفاهم جديدة تتخطى معضلة تكفير اليمين وأزمة المأمورية. وفي انتظار أن تحقق المبادرة ما عجزت عنه في السابق، يظل التصعيد والاستقطاب السياسي تكتيكا تمارسه كبريات الأحزاب السياسية على حساب صغارها، وتتخذ من كل حدث أو نازلة ما تراه يقوي من حضورها.